استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، حيث قدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة لجلالة الملك المعظم إيجازا عن خطة مملكة البحرين لمكافحة ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر في المنطقة بصفة عامة. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على توجيهات جلالته السامية وعلى دعم جلالته لجهود المجلس الأعلى للبيئة وخططه الرامية لتحقيق الأهداف المنشودة. وخلال الاستقبال أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بدور المجلس الأعلى للبيئة منوها جلالته بخطط ومشاريع وبرامج المجلس الأعلى للبيئة الهادفة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في المملكة، كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود كافة الجهات المعنية الحكومية وتعاونها مع المجلس الأعلى للبيئة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.